صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 10 لسنة 2024 بتعيين مديرين في الهيئة العامة للرياضة، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة جاء فيه. يعين في الهيئة العامة للرياضة كل من السيد يوسف دعي محمد محورفي مديرا لإدارة المنشآت، السيد محمد سلمان مكي حبيب مديرا لإدارة الشؤون القانونية والتراخيص،